مش حتى طرد الخبز باش ياكل. وملي كيدخل ستوري ديالو كيشوفك كتصور ماكله وكتنزل عندك في ستوري قلبو كيتقطع على ديك الماكله. يتملم من كيرجع كيرجع ليك انت، انت اللي غادي تحاسب عليه حيت انت اللي نزلتي ديك ستوري باش واحد شافها ما شاف راه حتى ما ياكل وتشا هذيك الماكله هذيك. فالاسم كيرجع ليك انت. انا بركه الاخوان، بركه بركه ما تصوروا في الحواله ديالكم وتنزلوهم في ستوريات. بركه راه عرفتي شحال من واحد ما معيلش، عرفتي شحال حس ان راسو راه هذيك الولد ما معيتش. انت تنزل تصاور الحولي وتنزل التصويره ديال الشوا بحال ما كاين والو. حسوا شويه بنادم اللي ما عندوش. تسحب لك انك انت فرحان وعايش الاجواء ديال العيد، راه كلشي عايشها. لا كاين بزاف الناس كيتمنوا يعيشوها ولكن الغالب الله. غادي نزيدكم واحد المعلومه في بالكم، شتي الا نزلتي تصاور الماكله ولا الشوا ولا ديال الحولي كتدي الاسم عليها. اسمعني مزيان، الماكله بصفه عامه انت كتصور الماكله وكتنزلها عندك في ستوري ديالك، كتلقى بزاف الناس ما عندهمش حتى الخبز باش ياكلوا. كتلقى بزاف الناس ما عندهمش حتى طرف الخبز باش ياكلوا. وملي كيدخل ستوري ديالو كيشوفك كتصور ماكله وكتنزلها عندك في ستوري قلبو كيتقطع على ديك الماكله. يتملم من كيرجع كيرجع ليك انت، انت اللي غادي تحاسب عليه حيت انت اللي نزلتي ديك ستوري باش واحد شافها ما شاف راه حتى ما ياكل وتشا هذيك الماكله هذيك. فالاسم كيرجع ليك انت. انا رسول الله حتى واحد ما يأذي الجار ديالو بالريحه الماكله حتى يذوقهم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ حتى واحد ما يأذي الجار ديالو بالريحة غير الريحة ديال الماكلة حتى يذوق منها. هذه غير الريحة. عساك انت كتصور ماكلة كاملة وكتوريها. حسوا الاخوان، حسوا بالناس اللي ما عندهمش. عمل بلاصتك في بلاصة هذا الانسان اللي ما عندوش. عمل في بلاصتك انك انت ما واكل حتى شي حاجة وشي واحد كيصورها باش غادي تحس. غادي تشاهر، غادي دير الاسم عليها. حسوا شوية الاخوان. لهذا الله يجازيكم بالخير، بارك ما تصوروا في الحول ديالكم وشوا وداك الشيء. خصوصا في هذا العيب ان الانسان كيتألم جبر ما ياكل. عساك انت ربي يسهل عليكم شي واحد بركة الحولي وغادي تصورها وغادي تنزلها باش هذيك الانسان غادي تزيد تحطمه. لا الاخوان، انا ضد انني نصور الحولي ولا نصور الماكله ونشر التواصل. قال لي انا عملت وكتبقاو نتوما وجهكم.